مشاهدينا، ما زال العرب في فرنسا يعانون نتيجة إبداء رأيهم وقول كلمة الحق. ففي مقطع فيديو يروي شاب مصري كريم قباني مقيم في فرنسا مشكلته بعد أن أبدى رأيه ودافع معنويا عن فلسطين، ليكون المقابل طرده من وظيفته بعد أن وقعوه على ورقة تثبت تخليه عن حقه. دعونا نشاهد. انا مشوني من الشغل عشان ارائي مثيره للجدل. في واحده شغاله معايا كل يوم بتنزل ستوريز عن البلد التانيه، وانا بسكت وبروح بشتغل معاهم وما بكلمهاش كلمه عشان مش عايز اتعصب واركب نفسي الغلط. بعدها بكام يوم لقيتها بتقول لي: كريم، هو انت ليه بتدعم فلسطين؟ لا، وهي ما قالتليش فلسطين، قالت لي: ليه بتدعم الار؟ بقت تحرق دمي وبدات اتكلم معاها بطريقه وحشه. انت مالك؟ انت بتدخلي ليه؟ انا ما دخلتش. واي اكتد بروفيشنال معاكي، يو شود دو ذا سيم. قعدنا ساعتين بنتكلم في الموضوع وبجيب لها التاريخ كله وهي رافضه. لقيت بقى صاحب الشغل جاي بيقول لي: انتوا ليه ما بتشتغلوش؟ قلت له: كريم بيتخانق على اللي بيحصل في العالم معايا. قال لي: ده بجد؟ قلت له: مش بتخانق، انا بقول الحق. خدني على جنب قال لي: كريم، انت بقالك فتره بتنزل ستوريز وريل وكده، ده مش اصح حاجه عشان عندك فولورز كتير والكلاينتس مش هيعجبهم كده. قلت له: يعني انت عايزني اوقف المعامله؟ قال لي: لا. لقيتهم بيكلموني في يوم الاجازه النهارده بيقولوا لي: تعالى. قلت: اكيد في شغل. رحت لقيت كلهم موجودين وبيقول لي: امضي على الورقه دي. الورقه دي بتقول ان في ميوتشوال اجريمنت ان احنا الاثنين نستغنى عن بعض. مش ده بقى اللي حرق دمي؟ اللي حرق دمي ان انا قبل ما اروح طلعوني من على جروب واتساب. They were not even professional. تفاعل الكثير من المتابعين مع مقطع الفيديو، والكل أشاد بموقف المواطن المصري الذي اعتبروه موقفا شجاعا واستغربوا من حدود الحرية في الغرب. نبيل العلام علق: أنت صح أخليك على موقفك، ده مش آخر مكان في الدنيا ولدي آخر فرصة، وطالما حتفضل متمسك برأيك وبالقضية اللي تهمنا كلنا ربنا حيعوضك بشغل أحسن. سلمى إبراهيم كتبت: بلاد الديمقراطية طلعت مش ديمقراطية، حقوق الإنسان طلعت ما تعرفش يعني إيه إنسان، كله طلع كذب، حسبي الله ونعم الوكيل. نورة أحمد علقت: هم مشوك مش عشان آرائك مثيرة للجدل، مشوك عشان أنت بتقول الحق وده مش على هواهم، ربنا يعوضك بالأحسن.